الفلسطينيون بسبب انحرافات قياداتهم مرفوضين في كل لبنان. ينشئون دولة خاصة، المهم ألا يبقوا هنا. انت واحد عرس وهذا القصة المخالف، الزلمة كان عم يعمل شغله. أنا مش عبد عند حدا وما حدا له عندي شيء. تبي شو عم بقول لك؟ أفضل له يعتذر. وأنا رح أقدم شكوى ضده ضد شركته. هي مع الشرعية الأموال المدنية. أنتوا أصلاً شعب بلا أصل. امتى منكون مبسوطين، زعلانين، مضايقين؟ همي لما نخلص معه بدي يتمنى لو كان في 100 شراهم بوجهه بداله. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات اللي استهدفت هويته. هذا شيء طبيعي، هذا شيء حتمي، هي طبيعة الإنسان. انت ليه عم تعمل كل هذا؟ حتى لو كنت من اكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر انك تتصرف بشكل عنيف. انت كلب صهيوني. نحن عايشين بهالبلد سيد طوني، كلنا اخوه. لا مش كلنا اخوه فخامة الرئيس. المسيح لحتى برملو خد التاني.